مرحبا وكل عام وانتو بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والبركة. بالعودة لطقسنا، شتوي متقلب ممطر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب المنخفض الجوي اللي عم بيأثر على مناطقنا وحامل أمطار وثلوج على المرتفعات وجليد على الطرقات. أما الحرارة فمنخفضة والرطوبة عالية، البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة 118 درجة. اليوم طقسنا رح يكون غائم وممطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع 1100 متر وتكون جليد على الطرقات الجبلية. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 330، السنة الماضية 210 والمعدل العام 340. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 9، على المرتفعات 4 بالبقاع 3 تحت الصفر والأرز 6 تحت الصفر، وجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 11 ببينو مع هطول للأمطار، ب 11 وأنوبين 3 تحت الصفر، جبال 11، راس بعلبك 4 وجوني 11، الزعرور 10 وبعبد 11، زحلة 5 ودير القمر 4، رشي الفخار 6 ودير قنون 11. أما الرطوبة فبتتراوح بين 65 و85%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 40 و50 كيلومتر بالساعة، ريحة بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لليوم بكرة وبعد بكرة؟ 9-11 سبت وأحد، أما التنين ف10 أدناها وأقصاها 12. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، حيث عم بتسجل 10 دمشق، 10 عمان، 18 ببغداد والكويت 26، الجزائر 14 وتونس 14 كمان، ومننتقل إلى روما 10. وهيدا كان كل شي. باي.